الفنانة جميلة جدا، جميلة بصوتها الدافئ، بالفعل يدخل إلى القلب، وهي أكيد دخلت قلوب الكثير من جمهورها. سوبر ستار معروفة أكيد من الأردن الشقيق، وتقول حق هل البحرين ما معاكم خبر زين يا رسول السلامة، لا تخيب ظنوني. بسألك عن هل البحرين، كيف أهل المنامة عادهم يذكروني؟ طبعا رحبوا معي مع السوبر ستار الفنانة ديانا كرزون بمصاحبة فرقة البحرين للموسيقى بقيادة المايسترو خليفة زيمان.
مساء الخير عليكم جميعا، مساء الخير لكل الفنانين والإعلاميين الموجودين معنا. أنا اليوم كلي فخر إني موجودة أولا في دولة البحرين الشقيقة الحبيبة لمملكة المملكة الأردنية الهاشمية. بدي أشكر كل القائمين اليوم موجودين اللي تابعوا هالمهرجان الراقي، بالأخص بدي أشكر الشيخة مي بنت محمد الخليفة وزيرة الإعلام وزيرة الثقافة والإعلام على جهودها، وبدي أشكر دكتور عبد الله براس أمين عام المهرجان، بدي أشكركم على حضوركم، شكرا. وفي شكر خاص كمان للفرقة الموسيقية، فرقة البحرين للموسيقى بقيادة المايسترو خليفة زمان.